السلام أبونا فارس وعزيزان في أبناء الفريقية أخوتي الأحبة، أهلا وسهلا فيكم كالعادة مش على بالنا هون بالوطنية وبالرعية. نشكر أبونا داني يونس اليسوعي اللي عم يعطينا من وقته ليلة بكرة، صورت لنا هيك عشانين نتهشى، بتعرف هالشيء شغلة أساسية، نحن بالرعية وبالأبرشية دائما نحرص على كل شغلتنا وعلى كل مسؤولينا ورعايانا يكون دائما في فرصه، فعم نشكر لحضوركم كل اللي اجوا ونحن كلنا اصغار، ميرسي برداني. مساء الخير. مساء النور. هيدا مش حلو؟ لا لا بعد هيك احسن. مساء الخير سيدنا ابائي اخوتي اخواتي، شكرا لابونا شكي على التقديم. انا كثير سعيد اكون هالسنه كمان بيناتكم. السنه الماضيه كان عندي فرصه اعطي اربع سهرات حول التمييز الروحي. السنه هاللقاءين اليوم وبكره مقررات هن حول موضوع اليقظه الروحيه استيقاظ، وتحديدا حول خمس سبل، خمس وسائل للنمو الروحي، خمس ركائز بالاحرى للنمو الروحي. هلا الموضوع اللي راح اطرحه اليوم وبكره هو مثل مقدمه ومختصر لمسيره روحيه ممكن نعيشها بشكل موسع. انا مع فريق من الاشخاص اصدقائي لي طورنا الرياضة الروحية، بعدين اليقظة، الرياضة الروحية. الرياضة الروحية بتنعمل بثلاث أيام بس على ثلاث مرات متتالية، يعني كلها سوا تسعة أيام. وبترتكز على هالخمس ركائز اللي رح أحكي عنهم للنمو الروحي. فاليوم اللي رح أعطيه اليوم وبكرة هو مجرد مواضيع. الرياضة الروحية هي أكثر من مواضيع، هي تمارين. الرياضة الروحية مثل الرياضة البدنية. بدون تمارين يعني واحد ما بيتحسن وضعه الجسدي اذا تفرج على ناس عم يعملوا رياضه. فمش الاحاديث يلي بتغيرنا، الاحاديث بتفتح لنا طرق، التمارين هي اللي بتغيرنا. فاذا كانوا اليوم بكره نوع من دعايه لحتى ادعيكم تعملوا رياضه اليقظه، هذا شيء بيشرف. الرياضه اساسا تمارين، بس رح جرب احكي يعني اللي رح اعطيه هو نوع من كاتيشيز دبليو، تعليم مسيحي للبالغين حول كيف ننمى روحيا. وهالنمو الروحي مثل ما قلت بيرتكز على خمس اشياء. رح اعرضهم بالاول خمستهم، بعدين برجع لكل محور لوحده رح ياخذنا قرار وقت اليوم وبكره. الركائز الخمسه للنمو الروحي، اولا انه اختبارنا لله هو اختبار حريتي، والا ما بيكون اختبار قصير. طالما اختبارنا لله مش اختبار حريه، هالاختبار بعده مش قصير، بعد بده يروح بالعمل اكثر تيلاقي الحريه. مثل ما واحد بيحفر مطرح ما بيقولوا في نفط، بيحفر ليوصل للنفط، كذلك بالحياه الروحيه بنضل نحفر بالصلاه، بالقراءات، بالتعليم، بالرياضات، نحفر تنوصل للحريه. هذا اللي عم ننبش عنه. وهذا اللي راح افرجيه بعد شوي لما احكي عن المحور الاول بتوسع. اختبار الله بيكون اختبار حريه او ما بيكون مكتمل بعد، ما بيكون ناضج. ثاني ركيزه من الركائز الخمسه بالمسيره الروحيه، كل واحد منا بيقترب شيئا فشيئا من اسمه الخاص قدام الله. شو معنى؟ سفر الرؤيا بالفصل 2 بفرجينا، بالفصل 2 و3 بفرجينا المسيح عم يبعث رسائل للكنائس المختلفه. باحدى الرسائل بيقول باخرها ان الغالب اعطيه حصاه بيضاء منقوش عليها اسم جديد لا يعرفه الا صاحبه. يعني بهالايه في هالتشبيه اذا فينا نقول انه كل واحد منا عنده هوية لا تكرر امام الله. اذا كنا قدام العيلة ارقام، وهالشيء ضروري، اذا كنا بمدرسة عندنا
لاسباب لوجستيه محتاجين للارقام، ولكن امام الله نحن مش ارقام، نحن اسماء ووجوه لا تكرر، لا تكرر. فبما انه انا عندي هويه خاصه ضمن الله ولا تكرر وغير قابله للمقارنه مع حدا، اذا كل مسيرتي الروحيه هي انه تنكشف لشيئا فشيئا الهويه الخاصه بإلي قدام الله. بعض الاشخاص بسموها دعوه خاصه. تعرفوا بنحكي عن الدعوه، انا فضلت اقول اسم خاص، لانه الدعوه صارت كلمه كثير مستهلكه مفبركه. يعني مثلا واحد بيجي لعنده بيقول عندي دعوه ولا لا؟ شو يعني عندي دعوه؟ الدعوه مش شغله عندي اياها هون ولا هون. الدعوه هي ما ادعى به، ما ادعى به. في حدا لما نحكي عن دعوه مش عندي اياها او ما عندي اياها. الدعوه معناتها هناك من يدعو، في صوت وصوت بيناديني باسم. بعدين لما رح وسع المحور الثاني رح نفهم كيف انه كل واحد منا عنده اسم خاص قدام الله وبيقدر يقترب منه شيئا فشيئا الى ان يكتمل بالمسيح. ثالث ركيزه من الركائز الخمسه هي تمييز الاصوات الداخليه. السنه الماضيه توسعت كثير بالموضوع بس رح هيك الفت النظر له بشكل سريع. كل واحد منا مثل ما بيسمع صوته الخاص، يعني اسمه الخاص، بيسمع اسمه الخاص بصوت عم يدعي باسمه، كذلك بيسمع اصوات كثيره تدعوه يتخلى عن اسمه، يهرب منه ويبعد عنه. فنحن دائما متجاذبين بصوتين، صوت بيدعونا لنكتمل بهويتنا يلي الله اعطينا اياها، وصوت اخر بيدعونا نتخلى عن نحن مين ونوعا ما نتنازل عن هويتنا عن دعوتنا قدام الله. فتمييز الاصوات حتى تعرف اي صوت بيدعيني صوت ربنا واي صوت لا، هذا تمييز ركيزه اساسيه للنمو الروحي. ما بنقدر ننمى روحيا اذا ما عرفنا، يعني مثل ما واحد تيمشي بده اجرتين، كذلك حتى نتقدم صوت ربنا بدنا من جهه نسمع الصوت اللي جاي من ربنا ونقبله، ونعرف الصوت اللي مش جاي من ربنا ونرفضه. الاثنين مهمين للقدم، مش بس نسمع الصوت اللي بيدعونا للحياة ولكن نرفض الصوت اللي بيدعونا للموت. هول الخطوتين مهمين للقدم. كمان لما رح احكي عن المحور بكره من الرب بتوسيع اكثر رح ذكركم باشياء قلتها الماضية ورح ضيف عليها. المحور الرابع للنمو الروحي هو محور قراءة الحياة. نحن منين نتعلم عن ربنا؟ منين نعرف؟ ممكن نقول انه انا عرفت ربنا لانه اهلي حكينا عنه، ممكن نقول بالتعليم المسيحي سمعت عنه، في منهم بيقولوا الكتاب المقدس بيحكينا عنه، في حياه القديسين بتحكينا عنه، تعليم الكنيسه بيحكينا عنه، ولكن المكان المميز لحتى اعرف الله هو بقراءه حياتي الخاصه. بيقول احد المتصوفين باوروبا ناس اي قرن بتصور السابع عشر، بيقول لو ولد المسيح ألف مرة بيت لحم ما ولد بحياتك ما بكون ميلاده بغير شيء عنك. فليش اللي بيحكيها الكتاب المقدس إذا ما كانت عم تحكينا عنا عن حياتنا ما بتكون عم تحكينا شيء. لسبب قراءة الحياة هي المكان المميز والخاص حتى أتعلم عن الله. وإذا طلعنا من هاللقاءين فقط مع هالعادة هي انه ناخذ وقت نقرا حياتنا، يعني نقرا نهارنا، هذا اللي بسميه تقديس الكنيسه فحص الضمير، واللي هو اكثر قراءه للحياه من هو الفحص وفحص ضمير. وخامس ركيزه اساسيه انه الحياه الروحيه هي دائما خصبه، يعني تحمل ثمار. حياه روحيه غير خصبه كمان مش قصيره. فلا سبب كل حياة روحية بدها تفتح على الرسالة، بدنا نفهم شوي صغيرة شو معنات كلمة رسالة. فالركائز الخمس للنمو الروحي إذا الحرية، اسم الخاص، تمييز الأصوات، قراءة الحياة والرسالة. أنا اللي رح أعمله بهالحوارات هاي اليوم وبكره هو توسيع هالخمس نقاط.
بالرياضة، الرياضة اللياقة صحيح بتاخد يومين من ثلاث أيام على ثلاث مراحل، مش بس بنفسر كل محور من المحاور الخمسة، ولكن ناخد تمارين حتى نتعمق فيهم أكثر وأكثر. هول التمارين كثير مهمين، لأنه بالتمارين بنختبر عمل الله المباشر بحياتنا، ما بنكون بس عم نحكي عنه، كنا عم نحكي معه. في فرق كثير نحكي عنه ونحكي معه. تاني فرح بلش بالمحور الأول من الله رب الثاني تخلص من اليوم والليلة بكرة. كل الأديان التوحيدية تعرف إنه الإيمان بإله واحد هو قبل كل شيء تخلي عن الآلهة المزيفة. من وقت ما بالتراث الفرعوني أخناتون رفضوا الآلهة الكثيرة وركز صب كل اهتمامه على الإله الواحد اسمه أتون، كان الموقف تبعه هو تخلي عن سيطرة الأصنام. إذا الإله واحد إذا ما في مين مكان يتألق عليه، ما بتتألق علي عناصر الطبيعة، ما بتتألق علي أقوياء العالم. وهالشيء كمل بتراث شعب إسرائيل لما عن طريق موسى عرف الإله الواحد، قبل عن طريق إبراهيم عرف الإله الواحد. كان هالموقف هيدا إذا إله واحد أشيله معنيين، أول معنى اسمع يا إسرائيل إن الرب إله إله واحد، فسوف تحب الرب إله من كل قلبك كل نفسك وكل طوبك. الصلاة هيدا مش صلاة، المقطع هيدا من سفر تثنية الاشتراع فصل 6 آيات 4 معناتها بتفرجي شو معناتها الإيمان بإله واحد، معناتها مركز العاطفة كله موجه صوب واحد، مش موزع مش مشتت. ولكن في له معنى تاني، الإيمان بإله واحد له معنى تاني، معناه قد ما كبرت الإمبراطوريات اللي عم بتسيطر علينا رح تنهار، لأنه إلهنا واحد، ما فيش إله كثير، ما فيش عندي إله، في إله واحد، ولأنه في إله واحد ما بتقدر أنت تتزعم علي، ما بتقدر تعتبرني خاضع لك، أنا ما رح أخضع لك. بسفر الأسفار المكانيين الأول والثاني منشوف المقاومة الروحية تبع شعب إسرائيل قدام الطاغية اليونانية اللي بيسيطر عليهم، المقاومة الداخلية عند المكانيين إنه حتى لو بدك تقتلني بضل إلهك إله واحد، وأنت ما فيك تكون إله لإلهي. رواية كيف إبراهيم لبى دعوة الله بالقرآن أو التراث الإسلامي كثير حلوة، لأنه إبراهيم صار يسأل المخلوقات مين إلهي؟ يا شمس أنت إلهي؟ مش أنا إلهي. يا قمر أنت إلهي؟ لا مش أنا إلهي. يا جبل أنت؟ لا لا، إلهنا أبعد من الجبل والقمر والشمس. فكتير مهم بكل الديانات التوحيدية الإيمان بإله واحد أساسا هو إيمان بحرية. نحن بنفكر أيام إنه الحرية معناتها ما عندي سيطرة. لما يكون ما عندي سيد يعني انا برسم اول سيد جاي علي. لما اكون انا ما عندي سيد معناتها مين ما كان بجرب يكون سيد علي. لا انا عندي سيد، ولكن حريتي هي انه السيد تبعي هو الحريه نفسها. هذا السيد هو يلي بده حريتي. لانه سيدي هو الحريه ما بقبل بقى اخضع لاركان هذا العالم مطلوب مرموز. ما بنخضع لأركان العالم وقوى العالم. أنا أن أعلن اليوم نؤمن بإله واحد، إنه أعلن هالشيء معناتها عم بعلن إنه ما حدا له حق يحط إيده على حريتي. مربولس بيقول إن حررنا المسيح بنبقى أحرار، مش حتى نرحب بيه نرجع للعبودية. وحتى مرقس بيوضح كثير قديش انه الشريعه يلي اعطيت لنا حين كنا اطفال، لانه الطفل محتاج من يقول له شو الصح وشو الغلط،
هذه الشريعة خطيها المسيح لما جعلنا ناضجين، لما جعلنا كبار، وبالتالي بطلنا محتاجين لشريعة قلنا شو صح وشو غلط. تمييزنا الروحي، حبنا لله هو اللي بيدلنا على شو صح وشو غلط. من هيك بولس بعدة مرات بيقول مثلا بروما 12: عبادتنا الروحية أن نتجدد بتجدد أذهاننا فنميز الأفضل. برسالة الأهل فيليبي ليلتها أشكر إلهي كلما ذكرتكم، بيقول بآخرة: ما أسأله في الصلاة هو أن تزداد محبتكم كل بصيرة فتميز الأفضل. مش محتاجين شريعة خارجية، أصلا إلنا آدم العهد الجديد هو مش شريعة محطوطة على حجر عمول كذا وما تعمل كذا، بل هي شريعة محفورة بالقلب. أنا قلبي دليل، بعرف بالقلب هوايا أن أعمل مشيئتك يا الله، مثل ما بيقول المزمور 40. فاللي بدي أقوله إنه الإيمان بإله واحد من الأساس، مش بس بالتراث المسيحي، حتى بالتراث اليهودي الإسلامي، بالتراث الفرعوني، الإيمان بإله واحد كان دائما عن الحرية. ليش يا ترى صار الدين بنظر البعض أفيون للشعوب؟ ليش صار الدين يستخدم لتخدير الناس حتى ما يحملوا مسؤولية عيلهم، حتى يفكروا العيلهم الثانية ينسوا عيلهم الحاضر؟ لما المسيح بالمثل الشهير بمثل 25، لما يجي الملك ويقيم الجداء عن اليسار والخراف عن اليمين، عشو بيسأل الناس حتى يفرزوا بين الخراف والجداء؟ كيف عايشوا بعيلهم هيدا؟ مش بعيلهم آخر، بهذا العيلة مين عرف يحب ومين ما عرف يحب؟ فالإيمان بإله واحد مش هروب من العيلة، بل التزام وارتباط بالعيلة. ولكن استخدام الدين تيصير أفيون لتخدير الناس وللتلاعب بضمائرهم، وجود طبقة كهنوتية، بتعرفوا أنا بحب كثير النقد الإسلامي للمسيحية، إنه بيقولوا نحن بالإسلام ما عندناش كهنوت، ونحن جوابنا لازم يكون نحن تمام ما عندناش كهنوت، لأن نحن الكاهن الوحيد عندنا هو المسيح. الكاهن المسيح هو الكاهن الوحيد هو المسيح، ما عندناش كهنوت لأنه مثل ما بيقول مرقورس ما في وسيط بيننا وبين الخالق، وهذا اللي بيعتز فيه المسلم العارف إنه ما في وسيط بينه وبين الخالق، ما في طبقة كهنوتية هي وساطة بين الخالق وخليقته، وهذا كمان إيماننا، مش لازم نستحي نقوله، صحيح، نحن عنا كمان ما فيش وسيط بين الخالق والمخلوق، لأنه الخالق بحب خليقته، مش محتاج وسيط بينه. فالأمور لما ننظر للإيمان التوحيدي بشكل نبيل، بعدين نسأل حالنا ليش تراجع وصار بكل الأديان، بالإسلام، بالمسيحية، باليهودية، ليش الإيمان بإله واحد تراجع عن الحرية ورجع دخل بالاستعباد والتلاعب والضمائر؟ ليش؟ مش لأنه هيدا من طبيعة الأديان، بعض الأشخاص بدهم يقنعونا إنه الديانة التوحيدية بحد ذاتها بتولد العنف، لأنه بتخلي الواحد يقول أنا بدي أخذك إلهي وبالتالي أنت كافر بدي أقتلك. مش صحيح، هيدي كذبة. اللي بيخلي الدين يصير عبودية بدل ما يكون حرية هو إنه بقلب كل واحد منا، نحن بنتجاهل قلب الإنسان. إرميا بيقول بالفصل 17: أخبث كل شيء وأخدعه بقلب الإنسان. بقلب الإنسان في فرعون مخبى، بقلبنا في فرعون مخبى، بده يا اما يسيطر يا اما حدا اقوى منه يسيطر عليه، فيا اما ببحث اني سيطر على الاخر يا اما بخضع للاخر اللي مخوفني. فهيدي العلاقات، علاقات الاخضاع واستخدام الدين للاخضاع، اخضاع الاخرين او الخضوع باسم الدين، الخضوع للطاغيه، هيدا مش جاي من طبيعه الايمان بإله واحد، هيدا جاي من طبيعتنا يلي تبحث عن السيطرة. بالعكس، الإيمان بإله واحد بخليني أقول ما لك حق أنت تقول لي شو الصح وشو الغلط، لأنه عندي إله، أنا مؤمن بإله، عندي إله واحد، أنت ما فيك تسيطر على ضميري،
ما فيك تقلي شيء لازم اعمل. انه يكون الدين هيك خضع للطاغيه اللي فينا، لفرعون اللي فينا، هيدا ما بيبرر الدين ابدا. الدين لازم ينطفي. لما نقول انه السياسه بتستخدم الدين لمقاربها، مظبوط السياسه بتستخدم الدين لمقاربها، بس الدين عم يقبل، الدين لازم يرفض. لازم يكون عندنا قوه تقول عندي اله واحد، انا لا بعبد زعيم ولا بعبد قضيه ولا بعبد وطن ولا بعبد ارض ولا بعبد ايديولوجيا ولا بعبد عقيده، انا بعبد اله، اله اراد ان يحررني. فلما الايمان ما يوصلنا للحريه معناتها بعض هالايمان مش عصير كفايه، مش معناتها نضطرب ونخاف. قلت لكم نعطيكم صوره اللي عم يحفر. الدين هو حفر، الدين مش الله. بالملكوت ربنا ما فيش دين، قدس بيخ بس الدين. لا بنكون لقينا الله. الدين مش الله، ولكن الدين هو حفر لحتى اوصل للحريه. رح احكيكم عن اي حريه تحديدا الايمان بيوصلنا على اي حريه. لما نطلع بحياتنا كيف نحن عايشين، وبهالشيء ما بتفرق كثير بين المتدينين وغير المتدينين. لما نطلع بحياتنا كيف عايشين، بنلاقي كثير من الوقت انه كانه جارين حياتنا على ظهرنا. في مثل شعبي بيعبر شوي عن هالاحساس المشترك يلي ايام كثير بنخبيه بس دائما موجود. كل من خلق عليه، ما هيك بنقول كل من خلق عليه. بنحس وجودنا مثل كانه مأزق، مثل كانه حياتنا ثقل وعبء. كل واحد فينا بشكل ظاهر او خفي في عنده جوا هيك مثل مستنقع خفي اسود بكب فيه كل رفضه للحياه. فنحن بنكبر وهالمستنقع موجود وبنجرب ما نشوفه، انه جواتنا في كره لهالحياه. بقول لا يا عمي انا ما بكره الحياه، انا بحب الحياه. اكيد انه لما تكون الامور ماشيه حالها وماشي منيح نوعا ما بننسى بنتغاضى عن هالموضوع. ولكن لما تضيق فينا الدنيا، او لما نختبر فشل كبير، او لما نختبر حكم من الناس علينا، او لما ينهار مشروع كنا حاطينه، دغري بيطلع فينا هالسؤال: هل بتحرز الحياه؟ ايه ولا لا؟ هل حياتي بتحرز؟ هل له معنى كل هالتعب؟ هل في لزوم اني اعيش؟ ونوعا ما المستمع بلش يطلع لبرا. الاشخاص اللي اختبروا الاكتئاب وانا كان لي الشرف ومنهم، بيختبروا كيف هالمستمع بيطلع ويعبي كل شيء. بصير فجاه انه لشو بدي اعيش؟ لشو بدي اقوم من تختي اصلا؟ لشو بدي اتعب وفسر شو قصدي؟ لشو بدي اتعب وافهم شو قصدي؟ كل هالامور هيدي نوعا ما تفقد قيمتها وطعمتها، وبصير المستمع عم يعبى كل شيء. نحن ايام كثير، مش دائما الحمد لله، ايام كثير نعاني حياتنا بدل ما نعيشها من عينيها. حياتنا بتكون تقل، منعيش حياتنا على انها غير مختاره. منبلش نفكر بكل الاشياء اللي ما اخترناها اللي وقعت علينا. انا ما اخترت اهلي ولا اخترت جيناتي ولا اخترت عقلاتي ولا اخترت ظروفي، كثير اشياء ما اخترتها. فانا بحس حالي هيك كاني خاضع للاقدار. شايفين؟ خاضع للاقدار. شايفين عباده الاوثان كيف تدخل جواتنا؟ انا خاضع للاقدار لانه ما اخترت. الايمان باله واحد شغلته انه يطلعني منه، بدل ما اكون عم عاني حياتي بلش اقول انا اختار حياتي. هيدا الاله يلي عرفه يسوع. يسوع اخذ من تراثه اليهودي يلي كبر فيه، اخذ فكره الله، اسم الله يهوى. اخذ كل التراث الروحي حوالين اسم الله، كيف بذراع جباره انقذنا من ارض العبوديه، كيف خلقنا بكلمته. اخذ كل هالصور عن الله بما فيهم صوره الاب عند هوشع
مثل ما بي بيحمل طفل على خدوده، هيك انا حملت اسرائيل. اخذ صوره الاب واخذ صوره الزوج، مثل ما رجل بحب مرته هيك الله حب شعبه الى اخره. اخذ هالصور، ولكن من كل هالصور فضل كلمه سمى فيها الله وعلمنا نسمي الله بذات الاسم، وهي كلمه ابا. اختبر الله على انه ابا، وابا الكلمه يمكن اول ما استعملها وعم طلع على يوسف، لما يقول ابا الصوره اللي بتجي براسه هي مش مال يوسف، اول واحد بانسانيته قال له ابا كان يوسف. ولكن لما سمى الله ابا كان عم يقول انه بنعتبره الاله اللي بنعبده هو يلي بيقول لي يلي بيعطيني اسمي يلي بيقول لي كون، هو يلي بيجعل اذا انا ما اخترت حياتي هو اختار لي يريد حياتي. انا لما اكون حاضر قدام حدا عم بيباركني يعني عم بيرغب فيي بالعدوى ببلش ارغب بحالي. هاي المستنقع اللي بيطلع 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 بينزل وين؟ لما الاقي حالي محبوب بشكل غير مشروط بيرجع بينزل، برجع بلش حب حياتي واختارها لانه حدا تاني حبها واختارها. فيسوع بيختبر الله على انه بنظر هالاله حياتي مختاره، مش عشوائيه، مش عبء، بل هي مختاره. لهالسبب لما يسميه ابا يسوع بيصير انسان حر، لا بيغوي نجاح لما كان يشفي المرضى ويطرد الشياطين ويعلم وكل الناس تعجب بتعليمه لدرجه انه ارادوا انه يجعلوه ملك. يسوع بيغرب منه انه بده يكون ملك على طريقه الناس. لا ما بيغوي نجاح، بذات الوقت ما بيخوفه تهديد قدام بيلاطس، بيقول له بيلاطس مش عارف انه انا عندي سلطه او اعطيك حياه او اعطيك موت؟ واليسوع صحيح، بس هي السلطه اخذتها من علي، من اعلى، مش منك، من الله. فلا الاغواء بيغريه ولا التهديد بخوفه، مش لانه بطل وقوي وكذا، ولكن لانه بيعرف ابا، عرف الله على انه ابا، فصار قلبه ثابت. بقول المزمور 112 قلب المؤمن ثابت، بصار قلبه ثابت لانه اختبر الله عن قرب. طبعا انا عم بحكي عن الاشياء اللي صعبتوني، ما هذا يسوع هو ابن الله اله الاله، مظبوط. بس يسوع ما بيقدر، هالاله الاله ما بيقدر يصلي الا اذا اخلى ذاته وصار انسانا، وان خلى بكثير جديه صار انسانا، اخلى ذاته وصار انسانا. اذا ما عاش مثل ما انا عشت ما بيقدر يوصل لله. فهو بانسانيته اختبر الله مثل ما انا بقدر اختبره. ولما سميه ابا وعلمني انا كمان سميه ابا، عم بيقول لي مثل ما هو لإلي كمان هو لإلك. هيك انا من تلميذه كما احبني الاب هو يحبكم انتم ايضا. ما عمل حاله، ما عطى حاله موقع خاص. فالاختبار يلي يسوع عاشه مع ابا مع الله، هيدا الاختبار بيعطي حريه، وهيدا الحريه هي ما نبشر به. نحن مش عم نبشر بخلاص هيك وهمي انه بعد الموت او بتروح على السماء او بتروح على جهنم. السماء وجهنم هن من هلا بقراراتنا اليوم، بقراراتنا اليوم موجودين. يا اما حياتي بتكون حياه مختاره، هذه السماء انه بختار اللي عم بعيشه. يا اما حياتي كل الوقت هي معاناه مستمره، وهذه هي جهنم، ويا اللي بتكمل بعد الموت مش عم بلفي الاشياء اللي بعد الموت. بس انا عم بقول انه بدل ما نحكي عن خلاص ما بعرف وينه، خلاص مش كثير ملموس. الخلاص لما يكتمل فيي، خوفكم شوي، الخلاص لما يكتمل فيي هو لما فيي اقول، لما اقدر اقول لو قدر لي ان تعاد حياتي من البدايه لا اريد الا الحياه اللي عشتها. هذا هو الانسان المخلص. الانسان المخلص هو اللي بيقدر يقول لو قدر لي انه حياتي كلها تنعاد ما بدي اياها الا مثل ما عشتها. مين منا اليوم بيتجرب يقولها؟ انا شخصيا ما بتجرب اقولها. انا عندي رجاء انه يوما ما بتجرب اقولها، بس اليوم ما بتجرب اقولها. بعرف انه في كثير اسف بحياتي، في كثير اشياء بتاسف عليها،
يا اما بتاسف بمعنى اني لاني انا ارتكبت او عملتها، او بتاسف لانه صارت وانا ما اخترت. في كثير اسف بحياتي، وكيف ببين الاسف؟ بكلمه لو. لو كان اهلي غير، لو كان وطني غير، لو كنت انا غير، لو كانوا عبيتي غير، لو كان شيء بحياتي غير. لو كلمه لو بتعبر عن الاسف. كان بودي لو كنت غير انسان، كان بودي لو كنت احلى، كان بودي لو كنت اذكى، كان بودي لو كنت ارشى، كان بودي لو كنت شيء ثاني. هل كان بودي لو الاسف هيدا هو العلامه المستمره اني مش متصالح مع حياتي. وهون بدي اقوله انه الخلاص هو المصالحه مع من انا. ان اريد ان اكون من انا، كل الوقت بدي اكون حدا ثاني. لما بلش اقول اريد ان اكون من انا، هيدا هو الخلاص. واحذروا شو؟ الخلاص يلي بيكتمل بالسما ببلش على الارض. انت اي واحد منا انت بيكون فرحان انه هو هو. الاختبار اختبار الفرح، بتعرف هالغطه اللي ما بنقول مش ساعدني فرحك مش ساعدني. انت بنعيش هالاختبار. بنعيش هالاختبار لما سواء بنظرنا إلنا او بنظر اللي حوالينا حياتك تستاهل تنعيش. مثلا قدام نجاح معين او قدام عمل عملته او قرار اخذته، بحس انه تحرز اني اعيشها بحياتي. فنحن عندنا اختبارات مصالحه، اختبارات خلاص تجينا مثل ومضات بحياتنا اليوم. لما نكون قدام اللي بيحبونا منعيش اختبارات خلاص، منقول انا مش محتاج اكون سوبرمان، مش محتاج اكون مارشالبي، مش محتاج اكون حدا عظيم. انا بيكفي اني اكون انا، لانه اللي بيحبني بيقول لي اريدك انت، ما لا اريد غيرك، بدي اياك انت. وبالتالي الاختبار هيدا هو ومضات من الحريه بتجي علينا، ونحن موعودين مع الحريه تكتمل. ولكن نحن موعودين كمان انه شوي شوي نكبر بالحريه. من هيك بقول لما الحياه الدينيه، لما حياتنا الايمانيه ما تكون عم بتزيدنا حريه، بيكون فيها مشكله. اذا صلواتنا وزياحاتنا وقداساتنا وتعليمنا وكرازتنا ووعظاتنا ورياضاتنا الروحيه ما زادتنا مصالحة مع ذاتنا، خلتنا نضل بقلب الشكوى بدل ما ننتقل من الشكوى للشكر، إذا ما عم تعطي نتيجتها. بابا فرانسيسكي أرشاد الرسول يفرح وابتهج عن القداسة، يحكي عن الصلاة، الصلاة مهمة ولكن مش أي صلاة. الصلاة تكون عم تعمل نتيجتها، بدها تعمل تغيير فيي، وأي تغيير أنا ناطره بالصلاة. بتزيدني حريه. اذا بالصلاه ما كنت بتعرف الصلاه مثل الواحد مثل اللي عم يعمل باندو سولي شمال حمام الشمس، بس مش قدام الشمس، قدام الله، قدام الحريه. عم بيخلي الحريه تتغلغل فيه وتنقص. قدام نظره اللي بيحبني بقدر اقول حياتي بتحرز. مريم ام يسوع بتقول تبتهج نفسي، تبتهج روحي بالله المخلص. بتعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله المخلص. لانه اختبرت قدام نظر الله، اختبرت انه هي الوضيعه الصغيره حياتها بتحرز الى قيمه. هذا الاختبار هو اللي نحن موعودين فيه بالصلاه، والا صلاتنا بتكون هروب. هروب بتعرف كلمه تقوى فيها فخ صغير. من وين جاي كلمه تقوى؟ من الاتقاء. مثلا نحن بنحمل شمسيه لننطق المطر او لننطق الشمس، هيك بنحط مراهم لننطق اشعه الاشعه فوق البنفسجي. فالاتقاء انه في شيء بخوف بدي اعرف حالي منه. وايام الحياه الدينيه الوثنيه هي دائما اتقاء من الله، بقدم له ذبايح تاحمي حالي منه. بالوقت يعني الايمان المسيحي او الايمان الاصيل ما بده يتقي الله، بده يعرض نفسه له، بده يشيل الشمسيه ويعرض نفسه لله، لانه عارف انه قدام الله هو قدام اللي بيحبه، وعارف انه ابا هو اللي بيخليني اقول يوما ما شوي وشوي بيخليني اقول لو قدر لي انه تنعيد حياتي لا اريد الا هالحياه. هاي الحريه وهي المصالحه يلي بتخليني اتصالح مع كل جزء من حياتي، مع
كل تاريخي بتطرد للأسف إلى الخارج وبدل الشكوى بحط شكر. شكر على فكرة الامتنان ما فينا نفتعله ابتعاله، ما في حدا يجي يقول شكر على الله، ما في يشكر بالقوة. لما بشكر لما بختبر، من هيك قلت لكم ما في وسيط بيني وبين الله. لأنه إذا ما اختبرت أنا ما فيي أشكر أنا. أنا ما فيي أشكر بناء على اللي قلته لقديس رفقة، أو أشكر بناء على اللي قلته لقديس ناقص. أنا بشكر على اللي أنا لمسته. فالشكر هو دائما اختبار مباشر. لسبب ما في واسطة بين الخالق والخليقة. ما في أي خليقة، لا الملائكة ولا القديسين ولا وحدة الإله، ما في أي سلطة، لا سيدنا ولا روحته ولا نيافته ولا قداسته، ما في أي خليقة قادرة تقنعني إنه حياتي بتحسن عايش. لأنه ما حدا بيقدر يوعدني بشيء. الوحيد يلي بيعمل الفرق بين حياة تستاهل تنعيش وحياة ما تستاهل تنعيش هو الخالق نفسه. فلسبب علاقتي بخالقي ما في حدا بيدخل بيناتها. وما بولس بيقولها بروما 8 من 31 ل 39 بآخر آيتين، بيقول أنا واثق إنه ما في خليقة قادرة تفصل بيني وبين حب الله اللي ظهر بالمسيح يسوع. ما بتقدر الخليقة تعوض محل الخالق، وما بيقدر القديس يعطيني اللي الله وحده بيقدر يعطيني. لسبب بيقول التراث الكاثوليكي أفضل واحد يتوجه لله مما يتوجه للقديسين. هذا ما ببطل قيمتهم كشهر كشهود، ولكن وحده الخالق هو اللي بيكفيني مش أقل من هيك. فلهالسبب اللي بدي اقوله انه صرنا عارفين شو غالي الحياة الروحية، من هيك فينا ننمى لما نعرف ننمى صوب شو. الركيزة الأولى للنمو الروحي نعرف صوب شو عم ننمى. كيف بعرف إذا ممارسة روحية معينة عم تفيدني ولا لا؟ هل عم بتنميني من الشكوى إلى الشكر؟ هل عم بتنميني من معاناة حياتي إلى اختيار حياتي؟ هل عم توصلني أكثر إني أقول أريد أن أكون من أنا، أحمل مسؤولية حياتي، ولا عم تكون اتقاء لله وطريقة أتخلى عن مسؤوليتي؟ ولما أقول إنه تعرف كلمة اتكل على الله، كلمة كمان محتاجين نوقف عندها شوي، بيقول المزمور الاتكال على الله خير من الاتكال على البشر. لما اتكل على البشر أنا بكون عم أتخلى عن مسؤوليتي، لأن عم بقول هو بيعملها مش أنا. لما اتكل على الله كون عم بحمل مسؤوليتي. امتى بقول لواحد يلا اتكل على الله؟ لما يكون بده يعمل شيء كبير وخايف انه النتيجه ما تزبط، اتكل على الله واعملها. اتكل على الله ما بتخليني اهرب من مسؤوليتي، اتكل على الله بتخليني احمل مسؤوليتي. هي الفرق بين الاتكال على الخالق والاتكال على المخلوق. الاتكال على المخلوق بياخذ من حريتي، الاتكال على الخالق بيزيد من حريته لانه بيعطيني المسؤوليه. لأنه ما تهتم بالنتيجة، النتيجة عليّ، بس أنت عمول اللي لازم تعمل. فنحن أيام في أشياء كثير حابين نعملها ما بنعملها خايفين من النتيجة، هو بيقول لي اترك النتيجة، ما تهتم، شو ما كان، عمول اللي لازم تعمل. الاتكال على الله بيزيدنا حريتي، الاتكال على البشر بيقلل حريتي. من هيك بيقول المزمور الاتكال على الله خير من الاتكال على البشر. فشايفين إن إذا ممارساتي الروحية ما عم تزيدني حريتي، إذا مش عم بقول إنه هي سايقة تبدو، عم بقول إنه هي حفر، بعد ما وصلت، بعد مش ناضجة. يعني مثلا الناس اللي بتقول بتصلي تساعيات ورا تساعيات ورا تساعيات وما بتزداد حرية، مش عم نقول لها إنه عم تعمليه سيء. لأنه يمكن اليوم عم ينفع، يمكن بعدين ينفع، يمكن شيء ثاني ينفع. يمكن إذا أخذت تساوياتها جد بتنفع. المسألة هي مش انه نحكم على تدين معين انه سيء او مش سيء، ولكن هي مساله انه دائما نكون معرفين شو الهدف. لما نعرف شو الهدف فينا نكبر، لما ننسى الهدف ما بنكبر. والهدف من الحياه الروحيه انه نزداد بالحريه، غير هدف ما بيقل فينا. تمام؟ هيدي الفكره اللي حبيت انه كمحور اول نحطها قدامي. في لها نتيجه على المستوى السياسي. رح أقول المجتمعات التقليدية، المجتمعات القديمة قايمة على فكرة الفضيلة. نحن نعيش معا
لكي نزداد بالفضيلة. لهالسبب المجتمعات التقليدية كانت تحط شرائع تفرض على الإنسان أنه يكبر باتجاه الفضيلة. المجتمعات الحديثة قايمة على فكرة الحرية. يعني بالنسبة لها ما حدا له حق، ما حدا عنده هالسلطة انه يقول لحدا تاني شو الفضيلة اللي يمشي عليها. فالمجتمعات التقليدية طبعا لها جمالها، ولكن ايضا لها خطورتها اللي هي الاستبداد، اللي هي التحكم. مثلا بنشوف حدا بيقرر شو الخير وبيفرض على الكل انه هذا الخير لاني انا شايفه، فممكن كلكم تتبعوه، اذا ما تبعتوه بصير دبتون محلل لانه عم تمشوا عكس الفضيلة. شايفين خطر، وبذات الوقت شايفين جمالها، لانه المجتمع اللي مع الفضيلة بيشجع كل الناس تعمل الخير حتى لو كانت نظرة معينة للخير. المجتمعات الحديثة مجتمعات حرية، من جهة بنشوف جمالها انه كل انسان له الحق هو يحدد وين بده يروح، والمجتمع بيسانده تيروح مطرح ما بده، ما حدا بيقول للثاني هون هيك ما تعمل هيك. في له جمال وفي له كمان الاشياء اللي بتخوفنا، انه شو هي الحريه، يعني كل واحد بيعمل على ذوقه، كل واحد صار معيار لنفسه، بطل في طريق، بطل في كذا. الصراع بين المجتمعات التقليديه والمجتمعات الحديثه موجود جوا الكنيسه، بقلب الكنيسه في كثير ناس بتتصارع. ناس بتقول انه ليك وين صرنا؟ ليك الحريه شو عملت فينا؟ لازم نرجع لشريعه الله. وناس ثانيه بتقول ما حررنا المسيح لنرجع للشريعه الى اخره. وبنلاقي هالصراعات بتبين بالمواقف يلي بياخذوها جماعات مسيحيه، اشخاص، كهنه الى اخره. وايام بنستنكر لكن بابا شو عمل؟ سمح بمباركه المسكينين، او لكن المطران شو عمل؟ عم بيناول المطلقين، وحتى بمطارح هي عم يتناولوا بالايد. ف بصير في صراعات بقلب الكنيسه، ونحن بناخذ مواقف من هالصراعات بدون ما ننتبه على شو عم ننبش. اذا عرفنا على شو عم ننبش نقدر ناخذ مواقف، شو ما كانت المواقف، انا مش عم بقول شو صح وشو غلط، ولكن نقدر ناخذ مواقف على نور. يعني انا بالنسبه لإلي المجتمعات الحديثة قيمتها كبيرة، إنه بتركز على الحرية، لأن بالنسبة لإلي ما في فضيلة بدون حرية. الحرية هي القدرة على فعل الخير. فإذا صارت الفضيلة طريق محدد ومفروض فرض، حتى الفضيلة بطلت فضيلة، وبنشوف نتائجها بالاستبداد الموجود. فأنا بقول بدل ما الكنيسة تخاف من حرية المجتمعات الحديثة، لازم تفوت فيها وتعلم الفضيلة بداخلها. بدل ما نخاف من الحرية، نحن نؤمن بإيماننا بإله واحد، إنه هذا الإله هو الحرية. ونقدر ساعتها نعطي المثل كيف إنه لما نعيش بدون سيد، كل شيء ساعتها بيستبيح حريتنا. قلت لكم بالبداية يا جماعة، الحرية مش إنه يكون بدون سيد، لأنه بدون سيد كل شيء بيستبيح حريتي. مش بس الاخرين، مش بس القضايا والافكار، بل حتى اهوائي. حتى اهوائي بتصير عم تتصرف فيي مثل ما بدها. ما بعرف اذا عشتوا شي مره هالاختبار، انه مثلا لفتره معينه، انا عشته لما كنت طالب بالمدرسه تلميذ، انه عندنا بالصيفيه ثلاث اشهر فينا نعمل مثل ما بدنا. فانا بصيفيه من الصيفيات كل يوم كنت اعمل مثل ما بدي، باخر الصيفيه اكتشفت انه ما عملت اللي بدي اياه. كل يوم عم بعمل مثل ما بدي، بس بالاخر ما عملت اللي بدي اياه. لانه هيدا هو الوهم البصري، مفكر انه اذا عملت مثل ما بدي هلا رح كون عم بعمل مثل ما بدي فعلا. بس بما انه نحن اشخاص عندنا طبقات، اللي بدي اياه بالعمل اوصل له بدي اعيش مع شويه نظام، بدون نظام ما بوصل للعمل. وهيدا النظام بفكر انه عم بأيد لي حريتي، بالعكس عم بيفتح لي طريق حريتي تعامل اللي بدي اياه، مش تتحكم في مزاجاتي يوم بعد يوم. فالنظام مش ضد الحريه، طالما النظام اخترته مش مفروض علي فرض. فلهالسبب انا ما بحب، يعني بالمجتمعات التقليديه ما بحب فرض نظام، لا
لانه بخلي الانسان عم بيعاني حقيقي. انا بفضل النظام اللي انا بختاره، وبختاره لانه بيوصلني لهالكلمه هيدي، اريد ان اكون من انا ولا اريد ان اكون من ليس من لست انا. ان شاء الله يكون هالمحور الاول كان واضح ومفيد. بعتقد انه كل تعليمنا المسيحي، التعليم الكنسي، ما في نقطة في أنا بعرضها أكيد مين أنا بعرضها، ولكن بعتقد إنه لما نمسح الغبرة عنا بالتعليم الكنسي بشعر بصير حلو، وأنا اللي عم جرب أعمله هو أنفض الغبرة عن التعليم الأصيل، هيدا مش تعليم جديد، هيدا التعليم الأصيل ولكن نمسح. رح نروح لتاني ركيزة من ركائز النمو الروحي. بالنمو الروحي مش بس انا عم بسعى للحريه، ولكن عم بسعى، يعني اذا كنت قلت عم بسعى للحريه تكون انا، طيب مين انا؟ مين انا قدام الرب؟ وهون بما انه نحن باحد بشارة زكريا، باسبوع بشارة زكريا، بتعرفوا بشارة زكريا وكل قصه مولد يوحنا المعمدان وكل هالاشياء، كل التحضير لعيد ميلاد اصلا، في كثير استخدام للاسماء. بيجيك طفل بتسميه يوحنا. لما اهله جربوا يسموه زكريا على اسم بيو، امه انتفضت يسمى يوحنا. ولما سالوا زكريا قال يوحنا. عن يسوع بيقول له الملاك ليوسف سميه يسوع لانه هو الذي يخلص شعبه من خطاياه. الاسم صار برنامج. يوحنا الله يتحنن يسوع. حتى لما سمعنا قصة سارة وابراهيم، ابرام وساراي، لما ربنا لمس حياتهم دخل اسمه باسمه، حرف الهاء دخل على ابرام صار ابراهام، ودخل على ساراي صار سارة. في شيء بالاسم، حتى جبرائيل الملاك بيقول له انا جبرائيل، انا قدرة الله. في شيء بالاسماء كثير مهم، اللي هو بنشوف كمان يسوع بيسمي سمعان، بيسمي بطرس، هيك. في قصة بالعهد القديم تحكي شوي عن هالتغيير الاسم بشكل كثير رح يفيدنا. رح خبر القصة الأول وبعدين نروح على المحور شو معناها. هالقصة بتلوها بسفر التكوين الفصل 32. قصة صراع يعقوب مع الملك. يعقوب ابنه لاسحاق ابنه لابراهيم. يعقوب كان الاخ التوأم لعيسو، بس عيسو اجى قبل يعقوب، فعيسو كان له الحق بالبكريه، مع انه من ذات البطن، ذات البطن ما هيك. عيسو اجى ويعقوب على عاتبه هناك سموه يعقوب. من هو صغير هو ببطن امه عم بجرب ياخذ محل خيه، سموه يعقوب لانه كان لايق عقب خيه. المهم هذا الصبي يعقوب كان ابن امه. امه كانت تحبه كثير. وشو ما قالت له يعني؟ مثل كانه شخصيته له كانت شوي ممسوحه. مش موجوده. قالت له امه خذ البكريه على محل خيك، لما كان عيسو بالصيد علمته شو يعمل، بيو كان بطل يشوف منيح اصحاب. قالت له حط جلد معزه على كتافك ليفكرك عيسو، عيسو كان مشهد، وطبخ له طبخه بحبها، ولما ياكل يكون مبسوط بيعطيك البركه، هي البركه اللي ناوي يعطيها لعيسو، تظهر انك عيسو خدها. وهيك عمل يعقوب، عمل ما قالت له امه. فغشوا لبيو، وبيو اعطيه البركه. ولما رجع عيسو من البريه وعرف الموضوع راح عند بيو وقال له اعطيني البركه الي، قال له خلص انا عندي بركه واحده واعطيتها ليعقوب. بالسرقه اخذ البركه هيدي. فبتقوم امه ساعتها بتخيف عليه من خيه ينتقم منه، بتقول له روح عند خالك، روح عند خالك هرب من البيت، يسمع الكلمه كمان مره بيهرب من البيت. بروح عند خاله، لما خاله بيشكل عند خاله مثل اجير، بحب بنت خاله، بضل 7 سنين يشتري طيطلب ايدها. لما يطلب ايدها بيقول لها لا خذ اختك، انا هيك بدي تاخذ اختك، اخذ اختك واشتغل 7 سنين تنين تاخذها للي بحبها، يعني عنده 2. لما بطل بده يشتغل عند خاله، مش انه قال له خال انا بدي امشي،
لا لا لا، هرب هريب، ما بده يواجه خاله، هرب هريب. فيعقوب هو تماما الشخص اللي مش عم يعرف يكون هو. دايما ما بتقول له امه، ما بيقول له خاله، البنت اللي بحبها ما بيقدر ياخذها، بيرجع بده يهرب هريبه. وهلا ترك خاله وبده يروح يواجه عيسو، ما بده يواجه عيسو. كيف بده يقدر يواجه عيسو؟ بهذا الاطار كان قاعد لوحده بالسهل، وبيجي رجل غريب وبيتصارع معه كل الليل. بيتصارع معه كل الليل، بيقول النص، بقرا النص انا سفر التكوين، بيقول النص: ولما راى الرجل انه لا يستطيع التغلب عليه، ما قدر يغلبه ليعقوب، قال له: اصرفني فقد طلع الفجر. بيقول له يعقوب: لا اصرفك الى ان تباركني. فبيقول له الرجل: ما اسمك؟ بيقول له: اسمي يعقوب. بيقول له: منذ الان اسمك اسرائيل، لانك صارعت الناس والله وانتصرت. تغيير الاسم: اسمك اسرائيل لانك صارعت الناس والله وانتصرت. وبيلمسه وركه، بينخلع وركه وبيباركه وبيركه، بيقدر يخلع له وركه وركه بلمسه. شو معناتها انه كل الليل عم يصارع وما قادر يغلبه؟ بشو عم يصارع؟ بشو يعقوب كان قادر يتمسك بهالرجل وما يخليه يفل؟ لدرجة انه قال له: اصرفني فان الفجر قد طلع، الفجر قد طلع. بشو كان، يعني كيف كان قادر يمسكه للرجل يلي بلمسه بيقدر يخلع له وركه؟ شو هي القصة؟ شو معناتها؟ بالحقيقة هذا الرجل أجبر يعقوب إنه يكون ذاته. يعقوب أخيرا بدل ما ياخذ كل شيء بالسر ويسمع كلمة فلان وفلان، أخيرا يعقوب صارع، صارع من أجل رغبته. كان ماسك الرجل برغبته، مثل ما نحن بالصلاة بنخلي الله ما يفهم لأنه عم يحكي. برغبتنا نقدر نخليه معنا، مثل بعد شوي رح أحكي عن المرأة الكنعانية يلي كانت في كمان إسرائيل رح أحكي عنها. المهم اللي بدي أقوله إنه أخيرا يعقوب لقى اسمه، لأنه أخيرا عمل شيء، لأنه هو اختار، صارع من أجل البركة. بطلت البركة، أخذها من إسحاق سرقة، أخذها من الله مباشرة وبالصراع، وأخذ اسم إسرائيل. بعدين بالعهد الجديد لما يسوع يلتقي بالمرأة الكنعانية يلي عم تطلب منه يشفيها لبنتها، ويسوع لم يجبها بكلمة، لما تلمذه يقول له صرفها، بقول لهم: ما أتيت إلا إلى الخراف الضالة من آل إسرائيل، جيت لإسرائيل مش لإله. فهي ما بتفكر، بتضل بتقول له، حتى لدرجة إنه يسوع بيسألها سؤال: لا أنت أم، إذا طبخت لبنتك تعطي من أكل البنات بنتك، من أكل أولادي للكلاب؟ بتقول له: اللي خلقني وخلقك وخلق الكلاب، لما أنا أكون عم بعمل بنتي بضل يدبر شيء يوقع تياكلوا الكلاب. يسوع دائما انصدم. شو اكتشف يسوع؟ إنه هالمرأة صارعت وانتصرت، هي إسرائيل. مش محتاجة تكون من آل إسرائيل، بنت 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 ابن 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 ابنه ليعقوب. هي إسرائيل لأنه صارعت وانتصرت. فأعطيها ما تريد، بقول لها: ما أعظم إيمانك يا امرأة، فليكن لك ما تريدين. وهي صدقت بدون برهان وراحت. اللي بدي أقوله إنه اسمنا الخاص يجي من بعد صراع، ما بيجي هيك على الهينة. لما نصارع لأنه نحن على الهينة بنعيش على هوا العالم. يعني أنا دائما عم نلبي، مثل ما يعقوب عم يلبي أمه، يلبي خاله، يلبي الطلبات، كل الوقت عم نلبي آخرين. لما بلش أتجرأ قول شو بدي، ساعتها ببلش اسمي الخاص يبين، يظهر، ببلش يظهر أنا مين وبناي من الله اسم خاص. لما يسوع تلقى اسمه الخاص من الله، مش الاسم اللي أعطاه الملاك يسوع، ولكن لما بنهر الأردن صوت الآب بيقول: أنت ابني، هيدا عم بيعطي اسم.
شو بيجي بعد ما عدنا دغري؟ التجارب، الصراع، دغري الصراع بيجي، والصراع على شو؟ ابليس شو بيقول له ليسوع؟ ان كنت ابن الله، هل مضبوط الاسم اللي اخذته ولا غلط؟ ولا وهم؟ فدائما الاسم تبعنا بيجي بصراع. وهيك انا طول ما انه خايف خيب امل حدا مش رح لاقي اسم. انا اخيب الامان اذا انا موجود. لما بطل خايف انه الناس يخيب امل ببلش لاقي طريق لاسم الخاص. كيف بعرف الاسم الخاص؟ طبعا الاسم الخاص بينكشف شيئا فشيئا. سفر الرؤيا الغالب بيحصل على الحصاد عليها الاسم الخاص تبعه. بس كيف نكتشف انه عم نقرب منه او عم نبعد عنه؟ هون رح اخبركم شارككم بمشاركه بسيطه. طلبت مني رحمتي بوقت من الاوقات اني اعمل اكتب اطروحه دكتوراه. وانا هالشيء هيدا على قد ما من جهه بحبه بس من جهه ثانيه افضل ما عندي، ما بيطلع افضل ما عندي. فكنت قاعد ونوعا ما عم بيأس. نوعا ما عم بفقد الحياه، مثل منزوفه عم تفقد الحياه. فقاعد يأسين، قاعد عم بقول لو كنت محل ثاني، لو كنت حدا ثاني، ما دخلت على الرهبنه تقعد ورا الكتب الى اخره، قاعد بالشكوى. قاعد بالشكوى. فعلا كان شعوري مش وقت. بس قلت له نزلت وانا يعني عم فكر كيف بدي اسمع صرخة حدا تاني وانا صرختي مش مسموعة، شو بدي اعمل؟ المهم اول ما قعدنا وبلش يحكي مثل سبحان الله مثل اللي ناداني باسمي بلشت اوعى، بلشت انتبه شو عم بيقول، وبلشت لاقي الكلمات توصل لي اللي لازم اقول له اياها حتى يستعيد فرحه. وبلشت لاقي هالكلمات وقول له اياها، وطلع من عندي وجهه مشرق. وانا فعلا الوصف اللي بدي اقوله مثل كان حدا عيط لي باسمي. اسمي اللي ما حدا بيعرفه الا الله، عيط لي لانه وعيت فجاه وعيت، يعني انا اللي كنت بالشكوى وحس حالي تحت سابع ارض ومش طايق حالي وعم خبص والى اخره، فجاه بلاقي حالي سعيد. اريد ان اكون بهالمكان اللي انا فيه. عم بشكر الله انه لما دق التليفون كان في حدا يرد علي. مثل كان حدا عيطت باسمي. ولاحظت من وقتها وحتى من قبل اصلا كنت بلشت لاحظ هالشيء. انه لما اكون باللي بنسميه محادثه روحيه، يعني لما اكون عم بحكي يا اما مع شخص يا اما مع جماعه. بشكل انه افتح الانتباه على عمل الله بحياة هالشخص أو هالجماعة أو هالكنيسة. في شيء بيستيقظ، في شيء بيوعى، في حيوية بيختبرها ما بعرف من جاي. كتاب بيقول لي ما في قدامك ولا ورقة ولا قلم. مش محتاج، عم بقرا على وجوه. من جد مش حافظهم. بيجوني بلحظتها. في حيوية بتجي بوقتها. كيف بقدر مثلا أعطي أيام ثلاثة رياضات بذات الوقت؟ وما اتعب ما بعرف. في حيويه بتظهر وما بعرف منين بتجي. وصدقوني انا مش هالشخص يلي مثل القديس شو اسمه جون ماري فياني كوري ارس يلي من بعد ما يكون عمل كل اللي عمله كل النهار بيروح يقضي اربع ساعات قدام الغربان او الصبح قدام الشمس. لا 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 انا مصدق بحط راسي على المخده. ولكن اللي بقدر اقوله انه حتى لو كنت تعبان او زهقان، تعبان من حياتي، مش طايق اشوف حدا، لما تجي الفرصه اني احكي عن المسيح، في شيء بيوعى. هيدا اللي بسميه الاسم الخاص، مطرح انه نلاقي حيويتنا. ومش بالضروري ابدا نكون بالاشياء الدينيه، انا كاهن، ضروري اسمي يسوع شوي وعي في اشياء، ولكن ممكن نلاقي حيويتنا. في ناس تلاقي حيويتها بالطبخ، في ناس بالخياطه، في ناس بالصناعه. بتذكر شاب مره كان يقول لي شعوري لما اكون هو بيشتغل بمجال الميكانيك السيارات، قال لي شعوري لما اشوف قوه الموتور، في شعور من جوا غير، مش بس الكفاءه المهنيه،
في شعور من جوا بالفرح. بعتقد انه قصتنا الخاص الله خلق مثل ما خلق الكنيسه خلق المعمل وخلق الخشب والحديد والنار، وبالتالي مطرح ما بنلاقي حيويتنا بنكون عم نقرب من اسمنا الخاص. طبعا انا ما فيي اعيش كل حياتي بقلب اسمي الخاص، لانه مثل ما قلت لكم الرهبنه كلفتني انتم بتروحي الدكتوراه ولازم اعملها، ويمكن انا ما بلاقي انه تنظيف البيت من اسمي الخاص، بس اذا ما نظفته بيتوسخ. انا يمكن في كثير اشياء من مهام الكهنوت مثلا المهام الاداريه مش كثير بتستهويني، بس لازم اعملها، في كمان مسؤوليه في ناس. فانا بعرف انه مش دائما عايش برفاهيه انه بقلب اسم الخاص، بس بقدر اقول انه كل ما اكتشفت شو هو اسم الخاص، يعني الشيء اللي بيعطيني حيويه، وكل ما كان عندي فرص اقرب منه، كل ما تقدمت بنضوج الروح. لانه ما حدا بيقدر يعمل كل شيء غصبا عنه. انا محتاج لهالمصدر الطاقه يلي جاي من اسمي الخاص. لهالسبب لما اكتشف وين حيويتي بتجي، مهم انه اقضي وقت مع هاي الحيويه. وهلا هالشيء بيضطر يكون عمل او مهنه، يكون اشخاص، في اشخاص لما نقعد حدنا بنكبر. فنقعد اكبر. في اماكن لما نزورها بنكبر، نزور اكثر لما نقدر. شو بنسميها الحكمه، انه مطرح ما نلاقي الحيويه اعطي وقت اكثر، استمد حيويه اكثر، هيدي الحكمه كثير مفيده. لما يجوني اشخاص ايام خصوصا شباب وصبايا عم بفكروا بشريك الحياه، او حدا عم بفكر بدعوه رهبانيه او كهنوتيه، عادة بعطيهم ثلاث معايير، ثلاث معايير تيميزوا إذا الشخص هو الشخص ولا لا. شو هن الثلاث معايير؟ المعيار الأول بسألهم كيف بيمرق الوقت؟ يعني جودة الوقت يلي بتمرق مع الشخص الآخر. كيف الوقت بيمرق؟ بعرف انا عينيت من هالموضوع لما كنت بالجامعه، الصبيه اللي كنت بحبها كان عندها تشيك ليست على شو بده يكون فارس احلامها، انه اول ما قالت رشيق ضحكت عيني زرق ممكن لونهم ايطالي، كان عندها تشيك ليست، يعني خلتني اهرب. التشيك ليست بتولد اللي بسميه متلازمه في معرض السيارات. متلازمة معرض السيارات لما يفوت مثلا شخص يشتري سيارة ببلش يقارن، هي عندها هالشيء منيح، هيدي لا، هيدي كذا، سندروم معرض السيارات. بصير يقارن الأشياء وبالآخر شو ما اشترى بقول حلوة بس هيك كان فيها. هالطريقة باختيار الشريك أو اختيار المهنة أو اختيار الدعوة عن طريق التشيك ليست فيها هالمشكلة، هي إنه دائما في أسف. وما في ولا صدقوني شباب، ما في ولا بنت بتحب انه تكون اختيرت على التشيك ليست، وصبايا نفس الشيء عن الشباب بس بعرف. المهم اللي بدي اقوله انه اول معيار ينطرح هو الوقت كيف بيقطع. في صبيه بعرفها كنت عم رافقها باختيار شريك حياتها. في شخص بيلبي كل التشيك ليست مش تبعه بس، تبع اهلها، تبع خالتها، تبع عمها، كده. ولكن لما سالتها كيف القعده معه؟ حلوه. ولما ترجع على البيت، لما ترجع على البيت تتنفس الصعوبات. طيب معناتها كيف بدي حياتك معه؟ الزواج هو زمن. الزواج مش صفات، الزواج زمن. اذا الزمن مش ماشي حاله، مش رح يمشي حاله للارتباط. ثاني معيار الشخص اللي هو شريك حياتي بيطلع فيا افضل ما عندي. نفس الصبيه هي طبيبه، لما كانت مع اول واحد كانت تجي اول ما اسالها كيفك تبعها متقفط، انه هدول المرضى يعني ما بيفكروا انه الحكيم عنده حياته شخصيه، انه ضروري بيقول ساعتين بعد الصلاه، هيك مرضى هيك. لما صارت مع الشخص اللي ارتبطت فيه بعدين، اول ما اجت لعندي شو كيفك؟ بتقول لي منيحة منيحة بس مش قلت لي على الماي، ما
مين أمال؟ أمال الحرام هي المريضة شفتها امبارح كثير لو قلت لقلبي قلت لها ليك أمال حتى لو ساعتين بعد ما صار يحكي لي. ليه؟ لأنه لما كنت مع الأول كل وقت شدة تكون هي فبطل عندها السخاء والامتنان والحرية تظهر على طبيعتها. لما كانت على طبيعتها قدرت تحب وتحب وفي. فالاسم الخاص تبعنا ببين اولا بجودة الوقت كيف بيقطع، ثانيا بانه بيطلع فينا افضل ما عندنا، ثالث معيار بستعمله هو معيار الواقعيه. هل هالعلاقه لها مستقبل؟ في شاب مره اجى لعندي عم يحكينا عن صبيه بحب كثير كثير بحبها، فعم بستشيرني بخصوصها وبلشت انا اساله عن المعايير الثلاثه. بقيت الوقت معها بجميع بتمنى ما يخلص، حتى لما يخلص برجع مبسوط برجع سعيد. عظيم تمام، بتطلع افضل ما عندي واكيد يعني انا شخص احسن بكثير بنظرها. ايه تمام، شو مستقبل هالعلاقه؟ اللي في مشكله انها مجوزه. طيب لما تدخل بعلاقه كثير حلوه مع شخص مرتبط، انت مثل كانك اخذت قطار بدون فريمات رايح على الحيط، يعني رايح على الحزن، انت عم تختار الحزن، الحزن لإلك، الحزن لإلك، الحزن لعائلتك، الحزن للمجتمع، عم تختار الحزن. الاسم الخاص تبعنا دائما واقعي. في صبيه اللي ذكرتها السنه الماضيه، في صبيه كانت عم يعني كثير كثير بتهتم بالمرضى، بتحب المرضى، بتحب الاهتمام بالمريض. فكانت مقتنعه انه بتلاقي اسمها الخاص اذا كانت طبيبه. ولكن واقعيا ما فيها تكون طبيبه لان نتائج المدرسه تبعها ما كانت تأهلها تكون طبيبه. فعم تشتكي للكوتش تبعها انه انا حزينه ورح ضلني حزينه. فالكوتش تبعها قالت لها افكار. قالت لها انت عم تخلطي بين الرغبه والمشروع. مشروعك مش واقعي، ما فيك تكوني طبيبه، بس رغبتك واقعيه في مرضى ومحتاجين مساعده. وشوي شوي دلتها تفسير اسيستون سوسيال مساعده اجتماعيه بمجال الصحه. صارت تهتم بالمريض وبالممرضات وبالحكماء وبالمستشفى وباهل المريض وبالمجتمع كيف يهتم بالمريض. قدرت تلبي اسمها الخاص بطريقه واقعيه. فاسمنا الخاص بيعطينا حيويه، الزمن بيكون رائع، بيطلع افضل ما فينا، بنكون اشخاص فعلا سلمي امين. اليوم كنت عم بحكي مع شخص عم بقول له انا طموحي كون انسان امين. شو يعني انسان امين؟ يعني اللي بيكون بجواري بحس بامان، لا بحس انه محكوم عليه، لا بحس انه مرفوض. انا طموحي بهالحياه كون انسان امين. الاسم لما نقرب الاسم الخاص تلقائيا بيكون امين. ما بيقدر انسان بقلب اسمه الخاص يكون عنيف او يكون بيحكم. ولما نشوف في حالنا عنف غلط حكم عرفوا انه عم نبعد شوي عن اسمنا الخاص، لازم نرجع بأكثر. وثالثا واقعي، دائما واقعي. الواقع هو المكان اللي بنأسس فيه، مش الأحلام. هيك عرضت أول ركيزتين للنمو الروحي، اختبار الله على إنه حرية، واختبار الله على إنه اللي بيعطينا اسمنا الخاص مطرح ما بنلاقي حياتنا. هلا نحن في عنا تقريبا ربع ساعة إذا في أسئلة أو حوار أو عمل. في ميكروفون شيء يقول مساء الخير. أبونا عندي قلت بالأول في اطروحات وفي تمارين. شو التمارين تبع هالاطروحتين اللي اعطيتهم؟ بالنسبة لل المحور الأول بشرح فيه بهذا الرياضة، بشرح فيه طريقة التأمل وبعطي مشاهد من الكتاب المقدس عن أشخاص اختبروا الله وحتى نشوف نحن كيف اختبرناه نحن كمان. هي التمارين تبع المحور الأول هي تمارين تأمل بالكتاب المقدس. يعني مثلا بتعرفوا قصة المنزوفي، بتعرفوا ليش يسوع بيقول لها يا ابنتي إيمانك خلصني، ليه أنا يا ابنتي؟ المرأة المنزوفة تماما مثل يعقوب أخذت البركة سرقة،
أخذتها بالكامل بالمجد. أصلا كل النص مش عن المنزوف، النص عن يائيروس وبنته، يعني حتى لقاء بيسوع كان صدفة. كل شيء بيقول لها المرأة أنت مش مهم، الناس مش لازم تطلع من بعيد، حتى يسوع ما كان ماشي كرمال أن يراعي كرمال حدا تاني، أخذت البركة بالسر. يسوع وقف، ولما وقف يقول يسوع من لمسني؟ تخيل نحن طالعين من الباب حدا عم يقول من لمسني، يعني كلنا رح نشبه بعض. فهو كان ماشي ومستحضر الجموع حواليه، بيقول من لمسني؟ فبطرس بيقول له الجمع عم بيضايقك، لا في حدا لمسني، حدا لمسني، شعرت ان قوة خرجت مني. بالنسبة ليسوع ما مرقتك مرور الكرام. ليش يسوع أراد أن يعرف مين وأجبرها وهي مرتعدة وقفت وقالت أنا اللي عملت هالشيء؟ ليش كان يسوع مصر أنه توقف وتقول أنا؟ حتى البركة اللي أخذتها بالسرقة تاخذها بشكل شرعي، تاخذها من البيت مش من الشباك. يا ابنتي ترجيها الأبوة. هذا هو، بتعرفوا الإنسان اللي ما عنده أب، في أيام في مسبب مستعملها حدا ما عنده بيت. مع كل احترامي لكل الأشخاص اللي لأسباب مش في إيدهم أبدا ما عرفوا من بيتهم. ولكن ليش يستعملوا هالطريقة بالتحقير الواحد؟ لأنه البيت هو مصدر الشرعية. هو اللي بيقول للعالم هلم تعالوا، بيقول لبنته لابنه، بيقول للمجتمع هيدا ابني هيدا بنتي. انا بيسالوا مين هو هيدا الشاب؟ هيدا ابن قانون معروف باسم بي. يعني البي هو طريق الى المجتمع، بدونه انا كتله لحم، معه انا صرت اسم. فيسوع ما بده المنزوفه تاخذ البركه عشوائيا مثل عم يسال، مثل ما عندها بي، بل اللي فجأة قوة الله يا ابنتي إيمانك خلصت. فهذا المشهد كثير أنا بستعمله للأشخاص اللي عم يشعروا إنه حياتهم عم تنهدر مثل دمامة، حياتها عم تنهدر ومش قادرة توقف. فأنا هذا المشهد كثير ساعدني إلي لما أشوف كيف زمن حياتي عم ينهدر هدر، لدرجة إنه بقدر أقول يعني كيف قلتها يا ريت تموت، حياتي ما بتحبس. لما يجي إلا يا ابنتي انت معروفه باسمي ومعروف ولك محل ولك موقع، عم بيرجع على كرامه يلي حياته مش بس تحبس بل مطلوبه. ويسوع مش عم بكب لها البركه كب انه طيب خذي الوسطي، بده يعرف مع مين لمسني، بده يعرف العلاقه الشخصيه معه. انا بالنسبه لي المشهد كثير بفرجي كيف العلاقه الشخصيه مع الله تنقل الانسان من حياه عشوائيه لحياه مختاره. فبستعمل هالتمرين حتى انطلق على حياتي وشوف كيف علاقتي الشخصيه مع الله بتعطيني الرحله تبعي. هي تمارين المحور الاول، بستعمل التامل بالتالي. تمارين المحور الثاني بستعمل فيها اكثر الانتروسبكسيون. الانتروسبكسيون يعني النظر الى الداخل. وين انا بختبر حيويتي بشكل خاص؟ مثلا بجرب اتذكر وين المطارح اللي بختبر فيها حيويتي. كمان مش بس الانتروسبكسيون، كيف الناس بتشوفني؟ شو هي الصفات اللي عادة الناس بيعكسوا لي اياها؟ فبصير في نوع من التمرين هون هو اكثر مثل كويستيونير بجاوب عليه. وين بلاقي حيويتي اكثر؟ شو الصفات اللي الناس بتعكس لي اياها اكثر؟ الى يعني بهالكويستيونير هيدا بجرب شوي شوف وين انا بختبر القرب من اسمي الخاص حتى اقرب منه اكثر. هذا الاثنين برجع بقول ما فينا نعيش برفاهية تكون بقلب اسمنا الخاص، لأن في واجبات علينا. ولكن كل لما اكتشف مصادر الحيوية تبعي روح عليها أكثر. إذا بكتشف إنه السبور بيعطيني حيوية أعمله أكثر. إذا بكتشف إنه زيارة معينة تشجعني أو مثلا في حدا كان عم بيقول لي عم بيعتذر مني إنه من بعد 3-4 مرات مرافقة روحية عم بيقول لي معلي أبونا بدي روح عند حدا تاني، أكيد بدك سؤال مطرح اللي بتلاقي الحيوية ما فيها شيء بزعل وعتب وإلى آخره. إذا كان المرشد الروحي هو مش عم بيحرك لكن أفضل يتغير. فبهذا الكويستيونير هول هول اللي في صبية هي بتحضره، ببلش واحد يبلش يشوف وين عم بيقرب من اسمه الخاص وين عم بيبعد عنه. بالمحاور الثاني
في عنا اختبار التاني مثلا بقراءة الحياة ببقى بحكيكم عنه. بس هو التمارين بنعملهم بشكل شخصي، بعدين بنحكي فيهم مع مرافق روحي، بعدين بنحكي فيهم بجميع، وبالتالي شوي شوي بصيروا يطلعوا من مجال الاختبار الشخصي لمجال اجتماعي اكثر واكثر عم يوسع، وهذا بيعطيهم كمان مرات شرعيه بثبتهم اكثر. في كثير فرق بين لما اقول انا بحب لما اكون عم بوعظ ولما حدا يقول لي طب انا بحب اسمع وعظ. في تثبيت اكبر بيجي لما الاختبار بصير اجتماعي مش بس فرق. السؤال هو التالي، أنا قلت إنه ما في وسيط بين الخالق والمخلوق، فشو وضع أسرار الكنيسة؟ هل في لها دور؟ أنا بالنسبة لإلي أسرار الكنيسة هي حياة المسيح اللي عطنا عطاها. فمرقس يقول الوسيط الوحيد بين الله والناس هو المسيح يلي هو الله، هيك هذا إيماننا. فأسرار يلي تنعطالي من المسيح بالكنيسة ومن خلال أشخاص مخولين يعطوها، أنتم بتعرفوا بأسرار بيتر أي معمل بيعطيها بحالات الخطر، ولكن تنعطى من خلال أشخاص مخولين من أجل النظام، كل جسد له نظام. فالكاهن بجسد المسيح مش وسيط، كاهن هو خادم كهنة المسيح الذي يظهر كهنة المسيح. بالنسبة لإلي أسرار الكنيسة هي قنوات فيها حياة المسيح تجي لإلي. بتعرفي الإفخارستية قمة الأسرار هيك؟ الإفخارستية شو هي؟ إذا بتقرأ قصة عماوس بلقاء يسوع مع التلميذين اللي ما عرفوا بيسألهم عن قصتهم، بخبروا قصة مثل ما كنا بنعرفها بالكاتيشات، ما هيك؟ بخبروه عن يسوع اللي كان يبشر وكان مقتدر بالقول والعمل وكيف عظماء الكهنة أسلموا ليصلب ومات، وبعض النسوة قلنا إنه حي. يعني بيعرفوا القصة كلها بس ما نحن بنعرفها، أنا شو بعرف عن يسوع أو بدش. هل لما خبروها القصة كان حي؟ كانوا بعضهم رايحين على الموت. شو اللي خلاهم يلفوا ويرجعوا؟ لما يسوع فسرنا إنه هي القصة القصة اللي بخبرها الكتاب المقدس هي قصتنا. الكتاب المقدس بخبر قصة يلي الله رح يرسله ويلي رح يموت ويلي رح يموت. فهذا اللي عم تخبروه انتم هيدا حكي الله، وساعتها بيكسر الخبز وساعتها بيرحموا وبيرجعوا. انا بالنسبة لإلي لما بتناول جسد المسيح عم بصير ذات القصة، انه هاي القصة اللي خبرونا اياها بالكنيسة هي قصة حي فيها حياة، وهيدا الحي هو هون عم باخذ عم بتناوله بالفخارستية وعم يرسل لي ترجع للعالم. فأنا لإلي القداس هو برمي عماوس، فهو المسيح اللي عم ينعطالي، كل الأسرار بشوفها هيك المسيح اللي عم ينطبع فيي شيئا فشيئا اللي عم ينعطالي. فهي ما بسميها وساطة بين الله والبشر، هي بسميها الله اللي عم ينعطى للبشر مباشرة. بده يتوصل الانسان لعلاج، يا اما ربه بدون ما يكون اخذ الاسرار متشبع فيها من هو صغير، فيعرف كيف انه على علاقته بده تكون. يعني كيف بده توصل اللي بيكون في علاقه مع الله بدون الاسرار، بتربى الولد وهو صغير على الاول 40 يعني كيف المسيره اللي تكون حتى يوعى الانسان كيف بدها تكون علاقه مع الله. رح يرجع رح يضل الروح القدس يفاجئنا، وما في وقت هو اللي بيعمل منه من الرب المحيي، ما في وقت رح يكون عبد، هو الرب، أنا الخادم، هو الرب. فمش أنا بقول له للروح كيف بده يلمس قلوب، ربنا بيفاجئنا بالطريقة اللي بيلمس فيها القلوب. الرسل عاشوا مع يسوع 3 سنين، ولما واحد منهم خانه من بعد القيامة إجوا يختاروا حدا ياخذ محله، نقوا من اللي كانوا معنا منذ البدء. يعني الناس اللي عايشوا مع يسوع كل الوقت، ولما وصلوا لاثنين وبالاخر بالقرعه بيختاروا واحد بجوماتية. ولكن لما يسوع ياخذ بولس، لكن لا عرف يسوع بحياته البشريه ولكن منذ البدء،
لدرجة إنه لما الروح القدس يحكي لحنانيا بدمشق يقول له روح عمده لبولس، حنانيا أول شيء بينصدم إنه عم تبعتني عن اللي أنا بدي أتخبى منه، ورجع راح لأنه الروح رح يضل هو السيد، مش على هوى قراراتنا نحن. فإذا أراد إنه من هذه الحجارة يطلع أولاد إبراهيم، مين أنا تشاور؟ لما ناقشوا لبطرس كيف بتروح على بيت ناس وثنيين؟ قال لهم اجاني رؤيا من السماء ما طهره الله غير نجس وعد، ولما رجعوا الناس الروح قال لي الحق، رحت لعنهم لما حكيتهم عن يسوع بلشوا يتكلموا بلغات. قلت انا اذا ربنا اعطيهم الروح بدون ما ياخذ اذن حدا انا بدي اعمل امنع عنهم العماد لانهم مش مخدومين. فلهالسبب بقول اذا ربنا اليوم حكي حدا ما تربى من هو صغير على الاسفل ولا خلينا نقول من عمال الساعة الخامسة اللي له آخر لحظة وجعل منه قديس عظيم، أنا بدي أشوفه من هيك بقول ما فيش بسيط، لأنه الروح حر وبيتصرف وغيور اللي فرح حريته. وهذا اللي بقول فيه، هيدا ما بيمنع إنه علينا واجب إنه نربي أولادنا ونعطي الأسرار مع الشروحات الوافية نعمل اللي علينا، ولكن متى ما الرب اظهر سيادته ما راح استعب. اذا هو بحررني انا ما في استعب. نفس الشيء بطرس تبعد عني انا خاطئ،
ولكن لما يسوع قال له لا تخف، بيقول انا اجعلك صياد بشر، بيترك السمك وبيلحق يسوع. فانا بعتقد انه النقطه الاساسيه انه لما اقول هيدا اسم الخاص اللي اعطيته من الله، انه بيكون مليان امتنان. برجع بقول الامتنان ما فينا نفتعله، ما بيجي الامتنان بابلكيشن، ما بيجي بداونلود، ما بيجي الامتنان بالفرض. الامتنان بيجي من الاختبار. تفاجأ بطرس ركبة امتنان. نعم. ثاني شغله بدي اقولها، لما ربنا نادى موسى اعطيه اسمه لموسى، كان بنفس الوقت عم بيرد على مأساة. بيقول له لموسى رأيت الشعب، رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخه، علمت شقاءه، أتيت لأخلصه ولا أذهب أنا أرسله. لما أعطيه اسمه كان ربنا مش بس عم يحكي مع موسى، عم يحكي مع موسى تيحكي مع الشعب. لما بخبرنا سفر التكوين كيف الله خلق الكون بالبركة، وكيف هالبركة شوي وشوي تحولت للعنة، شو جواب الله على اللعنة؟ بنادي إبراهيم. بيقول له لابراهيم، ابرام اترك ارضك وعشيرتك وبيت ابيك وانطلق الى الارض التي اريد وانا اجعلك بركه وبك يتبارك كل امم الارض. تيرجع البركه للكون اللي وقع من البركه نادى انسان. اسمنا الخاص هو جواب الله على العالم. يمكن انا ما يكون قياسي على قياس ابراهيم ولا على قياس موسى ولا على قياس اشعيا، ومش مهم، لانه لما يناديني باسم الخلاص ما بدي الا قياسي. بس لما ربنا يحكينا بيكون عم بيرد من خلالنا على الناس اللي حوالينا. لهالسبب اسم الخاص هو دائما اسم لاجل الاخرين، مش على حساب الاخرين. فهيدي هيدي الجواب الثاني. فالجواب الاول الامتنان، الرغبه بالامتنان، هيك بعرف انه الشغله مصدرها الله ومش فقط افكار بشريه. وتاني جواب انه عادة هيدا الاسم الخاص بيكون جواب الله على الحالة اللي حواليه. في لابد انجيلي اسمه فريدريك بوشنر بيقول مشيئة الله او يعني دعوة الله هي حيث يلتقي تلتقي رغبتك الاكثر عمقا مع حاجة العالم الاكثر الحاح. مطرح ما تلتقي رغبتك مع حاجة العالم هون بيكون الله عم بيلاقيك. نحن باسمكم عم نستدعوا الأمر الشرعي لأنه نشكر أبونا داني اليوم على أول لقاء، وعندنا لقاء بكرة وأخير بكرة الساعة 7. ميرسي على الحضور، إذا حدا عنده أسئلة بتصور فيه بعدين بس إنه يكمل الحوار. وصلوا بالزمات الرعية اللي بيحبوا موجودين على الصالة. ميرسي.